أحمد الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى أن أنعم علينا بأعظم نعمة، وهي نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كما نحمده سبحانه وتعالى أن أكرمنا وخصنا بأعظم رسول أرسل، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم يا معلم آدم وإبراهيم، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيها الإخوة والأخوات، في هذا الدرس الثاني من سلسلة هذه الدروس الرمضانية التي نتمنى من الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الدرس أيها الإخوة سنقف فيه عند حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدرس يجمع خير الدنيا والآخرة. هذا الدرس سنؤصل فيه فقهيا بعض الحقوق، ثم كذلك سنتحدث عن بعض الحقوق التي كثير من الناس ربما يجهلونها. فننطلق من الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطش. خمسة الحقوق يفضل السور إن شاء الله. حقوق فينا مهم جدا، الحقوق فينا تجنت نغي مسرمان بحبة نديني مغاس المحبة جارسا أتريغيش الروابط مبنية على المحبة والأخوة، أتري روابط مبنية على الصدق. فعليكم أيها الإخوة تنتبهم على الحديث، وأن حديث مهم جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم. سنقف عند كلمة حق. ما معنى حق؟ فالحق هنا معناه أنه واجب على كل مسلم، واجب على كل مسلم. فالحق إما أن يكون واجبا، أو أن يكون مندوبا مؤكدا شبيها بالواجب، أو كما قال يعني الحق معناه الوجوب. لذلك قال ابن بطال: الحق في هذا الحديث معناه الحرمة والصحبة، لكن رد عليه ابن حجر في كتابه فتح الباري فقال، قال ابن حجر: والذي يتبين أن الحق هنا للوجوب، خلافا لما قاله ابن بطال، الحق بمعناه الحرمة والصحبة. إذن ابن حجر في كتابه فتح الباري يقول بأن المراد بالحق في هذا الحديث حق المسلم هو للوجوب. ومن خلال ما سنتحدث عنه أي رقوة من خلال هذا الدرس يتبين لنا أن هذه الحقوق هي واجبة. أول حق من هذه الحقوق رد السلام. رد السلام قال فيه أهل العلم: إذا كان على السلام على واحد فهو واجب. إذا كان السلام على واحد فهو واجب، وإذا كان على جماعة فهو فرض كفاية، وإذا كان على واحد فهو فرض كفاية، وإذا أما رد السلام فهو سنة حسب ما جاء في الموسوعة الفقهية، فهو سنة. إذن واجب، وقد يكون سنة. لذلك فالله عز وجل قال القرآن:
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هو القرآن، القرآن الكريم. إذا أيها الإخوة، السلام على أخو مسلم يتعتبر الواجب، يصير خاص القرآن يقرأش ما يري نجدو ما مسلم، لأن شكرا مسلم قداكم مسلم وما مسلم ويجدين السلام عليكم من أفهم الدرع قرنش باللي غاتي كسا المشكل باللي توفقات باللي قرأتك العلاقة اشتعوا كذا من ويجدين السلام عليكم كذا 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 حسوا الديامن. لذلك وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، إن نجدوا مسلم السلام عليكم أرخص وعليكم السلام أو إنسوا عليكم السلام ورحمة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث، كل أحاديث متفق عليها، يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. شوف الواجب، يسلم الراكب على الماشي ونيجوان يستبقني ونيني يديتهم وفين يستبقني يقعدوان ونيجوان يستبقني القمن، ويسلم القليل على الكثير، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر كذلك يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن الملائكة تعجب من المسلم يمر على المسلم ولا يسلم عليه. أيها الإخوة، قال الملائكة تعجب أمسر مادي مسر قرأك ومسر وثقة السلام عليكم. لماذا؟ أكبر قيدك وما شمس الموضة قال السلام عليكم زيادة قبول بنش. لماذا؟ لماذا؟ نحط من نحط المساجد، من نحط نزم رمضان وكذلك نحافظ على الصواب خاص. إذا القلوب النهار المقصود للحذار صواب هو غورة ونخصد الصفان كما روص في غورة ونغ غانغ المشكل غانغ الخلل صف نصح الخلل من. إن الملائكة تتعجب من المسلم يمر على المسلم ولا يسلم عليه. وفي حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. سبحان الله، غير خير دين سمر خميت مسر خلت مسر جمل يقارش ربي غفارة سنور ونسندش بلن سمغا مسر خلقو ما شمسرم سير ربي يغفارش. ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. ماذا الخام واجبوا الخام، لكن شين أيها الإخوة الأمور تنظم وأنت نسي، هذا الحق الأول. الحق الثاني كذلك نؤصله من الناحية الفقهية ومن الناحية الشرعية، الحق الثاني هو تسميت العاطس وأنتم يغبوا مرتبين، ولكن هذه راح إن شاء الله بدي غرض في اللي غرض في نسي بين وادي مرتبين غار الغار من وجهة مرتبين من أفضل إلى أفضل أكرم. تسميت العاطس لغتا كذلك محن يبدأ يعطس وصل القبور ويقبول الحمد لله يكتو أو لا قال شيء وقع الصغوة. شوف أيها الإخوة، العطس من الرحمن كما قال النبي، والتثاؤب من الشيطان. من عطس من نقى قتل يوم السن شمني الظلمة في لقاءات قال شيء وقال شيء نهارين سبب إنه إنسان مريع وسلي الحمد لله قتل القاشن حش مغلق. العطس إذا عطست أيها الأخ المسلم أن تقول سنغافني غايز أتني الحمد لله. ما الدليل على ذلك؟ هو هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عطس أحدكم فليقل له أخوه يرحمك الله، فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. وسن نورا ويتعلم الأخلاق، هو في النبي يتعلم في الأخلاق باش نيغا ونولونا غصة لدي نجيش مرارج 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 إن لكن شريفة أن يحمد الله أذين الحمد لله. إن النبي خرج العطس من الرحمن، والعلماء سور قضية العطس صرم بيس التس مد الحكمة من العطس، لكن الوقت وغير سمحشا قاسي الحكمة تنقرا إنسان خميغا يعطس قاسي الحكمة تنقرا أن يقول من عن عصر الحمد لله، ولكن حينما يتثاءب بغيثاء أبيني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن النبي قال العطس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان، لكن شنش قل عطس غانت قنها نيرا إنسان خبيغا يعبس السرير رفاك كولوم يتثاء طاح لمسيلة، لأن غرب وحتى الأدب 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 معطس ومسين حيما يتفاري إنسان يتفاري يمسيلة أسير
إيه إنسان يتفاري من جيدة شنو شنو النمر الأسد جوا قاضي الشل فارسة يعظم شوف الإنسان يعلم أنا القرآن مع الإسلام يعلم أنا مش غنعرفش ما غاتي قيمة وذان حتى النبي يعلم أنا في حديث يخذ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس هاتف بعد صلى الله عليه وسلم ويجب صوت الجن كان إذا عطس وضع يده على فمه وضع يده أو ثوبه على في فمه وخفض بها صوته أنا أقسم أنا أقول يعني خمي غير عصف الأدم واجب وجه الصوت ذا مقرس الجن السلي وذا المارة خمي غير تريد تتعاوز ثم ربما تريد تت بطرد يعفص يرش مارة يولين دين والآدم دين غير رش مارة يولين عبس عبس شوي شوي خفض بها صوته وضع يده على فمه او ثوبه على الرسول قال شوخ مي غيعبس يدفوس من فوق موم يريد جارو من فوق موم يعبس وخفض هذا الحديث وخفض بها صوته يخفض الصوت اذا هذا العطس من ناحية الفقهية من فقه الفقهاء العلماء قال العلماء العطس قال في الحنابلة والشافعية هو سنة شوف انتبه الفقهاء من قادم قال فيه الشافعية والحنابلة أنه سنة وقال فيه الشافعية والحنابلة وقال فيه الحنفية بأنه واجب أما المالكية فقالوا بوجوبه على الكفاية وفي العلماء سور الخلق العطس بوجوبه على الكفاية إذن مش إن النبي صلى الله عليه وسلم رايح شو مثلا إن يعبص إن الحمد لله الواجب خمسين هذا سنيني يرحمك الله ثم أنت الواجب شوف العلاقة الإسلامية علاقة المسلم بين المسلم ثم الواجب تغيير يرحمك يهديكم الله ويصلح بالكم أو غفر الله لي ولك هذه نهم المهم أن يوقع الحوار جارنا إذن والحق الثاني الحق الثالث إجابة الدعوة إجابة الدعوة أيها الإخوة قال فيه العلماء الجمهور العلماء قالوا إذا كانت بمناسبة وليمة وليمة العرس فهي للوجوب شوف أصلاً تنقل النقل إذا كانت هذه الوليمة بمناسبة العرس فهي للوجوب إذا لم يكن هناك عذر شرعي وهذه مش العذر الشرعي الوليمة إذا انتبه يريد وقد تأصيلها مهم جدا ليش تستند أحكام الشرعية الوليمة عرس العرس إذا دعا يستدعى ما شمسنا بدعوة إن شوحك الحفاد مناسبة العرس فهذه الوليمة عند جمهور العلماء أنها واجبة إلا لعذر شرعي أما إذا كانت لغير وليمة فهي مستحبة عند الجمهور كذلك وراء قسمة مهم جدا قسمة الفقهاء فإذا دعاك أخوك المسلم أو إذا دعاك وما شمس رمي عارخك إلى وليمة وبالبش العذر الشرعي فيجب عليك هذا بالوجوب أن تحضر هذه الوليمة إلا ما رأتش العذر الشرعي لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث شر الطعام طعام الوليمة لماذا شر الطعام طعام الوليمة شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأذاها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله والحديث من شر الطعام طعام الوليمة إن الشيخ من تقل المناسبة العرس من انت كي يريه انت كي اللائحة انت كي اللائحة انت كي الشيفران شيفران 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 أطعم مال لائحة تجيج اللائحة تجيش خلاص لائحة الانتظار لائحة للانتظار وش تجي أجاب خيريس عزيزي يمكن يمكن الحوال يمكن يقيد لائحة الانتظار لكن لائحة إجر مهمة ويقارش كل شيء إن مرعى خسن لائحة يجير قين غادي ينفعل قال الشيخ هو الشيخ اسمه غادي ينفعل هي وين ميخ غادي غادي سبع مانع ديس الويان وها والجيراني دي غادي ينفعل قال شوف للأسف الشديد أيها الإخوة في عصرنا اليوم في عصرنا اليوم أصبحت العلاقات مبنية على المنافع والمصالح للأسف الشديد
أصبحت اليوم العلاقات مبنية على المصالح وتبادل المنافع، أما العلاقة لوجه الله فأصبحت قليلة. أين هي العلاقة لوجه الله؟ قليلة، قليلة تتعارضني وجه الله فقط، أصبحت قليلة. كان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرن شر الطعام، كذلك حديث آخر، شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء. إنش أقبح الطعام إنسان يتعرض لله الأغنياء الوجهاء للمجتمع، ولكن الفقراء الجيران إن شاء الله الجيران القادمة سأخذ السيور إن شاء الله في الدروس المقبلة حق من حقوق التاسيسية حق الجار إقارش الجار وكذلك الجيران الفاميليا إني إقارش وإني أغنى الجون بعد نغي تجنها الأغنياء يتجنها الفقراء المساكين. كذلك ربع ميلان أرض الواد المجتمع مي خاص يتعارض شي يجد الغني يتوجد اسبوع قبل يتوجد تقميجة غيار يتوجد التراخي غيار يتوجد القبو غيار يتوجد العباية غيار، ولكن خمغة غيار هذا شنو يجد المسكين وها يتريد الحرج ايوا اش قرص خويا عارف فيه هو ايوا شنو يقول الاعذار الواهيه ايوا شنو الاعذار ايوا مرمي غاتي نهان أودي تروح شي غوري الجن صوتي حشاوي صوتي حشاوي تود الأعضاء أو شي غوري أودي شديت تغاري زيوة في الحيوة أودي كذا أودي كذا. هل نحن أفضل من رسول الله؟ قولوا لي أيها الإخوة، واش الشيء أحسن زي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا هذا الكبر؟ لماذا هذا العظم ولماذا التجبر أيها الإخوة على إخواني الفقراء والضعفاء؟ هل نحن سؤال خصني جواب، هل نحن أفضل من رسول الله؟ هل نحن أكرم من رسول الله؟ هل نحن أجود من رسول الله؟ اسمعوا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. ما معنى الكراع؟ الكراع هي أسفل، الكراع من الدابة هي أسفل الكعبية، يعني القرشين مرو ما شمسرني عاصك الجفش كرودين نعنزي إنش عدودة كذي كل موسو ما تحمواتي عنشا إنش ما هدخلك نعرق الجفش تش كرودين وتش كرودين نعنزي ما تحمواتي عنشا واتي عنشا أشياء دي اللوحة تتخليش بي ويتعجيب إنشا واتي عنشا يوم أغان نبي يروح يوم أغسن نحفظ الحديث أغسن أقر الرب النبي صحيح قاش مرف عاض وخافي في العز قيلة تش كرودين تش كرودين أسفل الكعب من الدب تش كرودين مرف قيلة أصبع أجبت لأجبت إجابة الدعوة. لو دعيت إلى ذراع صدقت يا رسول الله يا عظيم العظماء، لذلك زكاه الله عز وجل من فوق سبع سماوات، فقال الله عز وجل محمد زيد رسول الله أقسس كيسك ربي. لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ما لكش ليد وخا تشكر ديني لاش تنجي جيري داخلك لاقشي تشكرو ديال القاعده ويضع عند تشكريش نتي هنا لاقشي روح شي جزاك غزال شي غطاضير وناطي الغزال اللي ديك شي تشكرو ديال عندي يا راه يدينا وش وناطي. لو دعيت الى ذراع او كراع لاجبت، ولو اهدي الي ذراع او كراع لقبلت. هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا الحق الأول من هذه الحقوق، أولا رد السلام وتسميت العاطس وكذلك إجابة الدعوة، قلنا اثنين الأمور كذلك مهمة جدا. الأمر الرابع عيادة المريض، عيادة المريض أيها الإخوة هو كذلك حق واجب، لأن نتصور في الحقوق الواجبة حق واجب عند كثير من العلماء. عيادة المريض أيها الإخوة خمي تحت رجة بالخم هروش خمي شغي زادين في الغاز دفوات إتماني دي سوزي إقاف زاومي يمسر مجاين وخريع عزيزي خاتير كنت بغارية إتماني دي سوزي وخط غليز الحريق يكتور حريق مني قازي تبغاري هو وخارش لكن شنو غارغي ورين غارغي ورين غاس نور دوزار غاس نور مشاو الحديد حمي غير خضار وما سيهلش يقارش قولي صلتي سدعو دينو واقش من قانشي
ونسك تسدعو فينو بس غير قوم شمس رم خمس كين تشنس تشنس من سغنجاج طبعا راه قريب لازم ما ينقرب من شغيل اش يولي فوق كيس وني وني هي وني عاد نسي قيم عاد وني عاد نسي من يخدمو ني هي نبقى نقولو قصح نقولو قصح الوقت صورة الوانصة نتغزى دي زول نغنية نخسر مضارة غير زول نغنية لأنه وانسين شان أحكام الشرعية من يقع يقول واش كتقاتيني دوما شمس رم قوني قيمة شحال أيها الأخ ماذا إذا موقع كما تدين وتدين قام مش غتقدش يخرق ليش أنا مش غتقدش يخرق ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر عيادة المريض إجل خابان قرى مين يعني الكاروة يقول النبي صلى الله حفي حديث هذا الحديث حديث مرفوع ما معنى الحديث المرفوع حينما نسمع الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وقد يكون الحديث صحيحا أو حسنا أو ضعيفا بحسب متنه وسنده دائما أن ننظر إلى المتن والسند هذا هو التعريف التعريف الحديث المرفوع يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث مرفوع من عاد مريضا نادى في عيادة مريض من عاد مريضا ناداه مناد من قبل من السماء ناداه مناد من السماء يتنادى فيه المنادي من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة مقعدا الله بدر خام واجب الخام يقع عيادة المريض يتنادى فيه الملك من قبل الله عز وجل يقرش طبت يخالط في شرية جيد غال المريض طيبت وطاب ممشاك يا خرجت شريه تجيب مرض رجعك وتبوأت مقعدا في الجنة يتشيش ربي سبحانه يجي مقعد في الجنة اللهم ارزقنا مقاعد في الجنة يا رب العالمين وفي حديث آخر وحديث قدسي حينما نقول الحديث القدسي هناك فرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي والقرآن الكريم حينما نقول الحديث القدسي أي معناه من الله ولفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الحديث النبوي فلفظه ومعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اما القران فهو كلام الله عز وجل لا ياتي الباطل من بين يديه ولا يخرجه يقول الله في هذا يعني يوم القيامه يقول الله عز وجل يوم القيامه هذا الشهر يكون في يوم القيامه عبدي مريضت فلم تعدني أشي ربي هالشغوة يتخذ تاجيب الشهر مريضت فلم تعودني فيقول هذا العبد فيقول يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين فيقول الله عز وجل أما علمت أن عبدي فلان مريض فلم تعوده تسمى يشير يوم القيامة يشير العبد إنه فلان يتغطر الزديش يتمني لسعى الشر يقرش أما علمت أن عبدي فلان مريض فلم تعوده أما إنك لو عدته لوجدتني عنده أجل ربي العبد ينوي يهرش وخساقيف ذا يزني الطمغة بخارش عزيز يشدرجة يهرش وخساقيف يقرش خمالك خساقيف يقف في ذايذيني أتفدين ربي ترجش بل في حديث معناه أنه إنسان خميت بعيادة المريض يشكيز ربي سبحانه وتعالى 70,000 ملك يستغفرون لك يشكيز ربي 70,000 ملك يستغفرونك فرد قيمة عيادة المريض أقشو لو نغذ الصفان إن شاء الله رنشينك عيادة المريض رنشينك مهروش إهرش في رمضان حين ذا تغو هرشين حين ذا نخون هرقة هرشين تغو تزجل كي نخون هرشين وزمان تزجل تمنى نزل الزجل وزمان هرشين عيادة المريض لكن لعيادة المريض لا بد أيها الإخوة مش تغيث النبي صلى الله عليه وسلم زيارة عيادة المريض كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة عيادة المريض تحت رجل خشو مهروش يقول له طاهور ان شاء الله يعني شنو علم النبي صلى الله عليه وسلم من زياره المريض اسنيني طاهور ان شاء الله او نقول له اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما او نقول له ان نضع يدنا على مكان الالم من الحريق مش حريق او نقول له اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يهون ثم أن تضع يدك مكان الألم أو على جبهته هذا الشيء بعيد هذا الشيء إن شاء الله قتل المليح حتى تكمل شاه
السيد قش على سيد المليح قام لي قضي عدو قام لي خسر خسر رسي قش طهور قش لرب شي طهار بجميع الذنوب والمعاصي تغوش قيمة وليش الحج وشي طهار ربي سبحانه وتعالى. لكن شين بالمقابل نسجي زيارة المريضين في الجيوه الإخوان نرتكب بعض الناس تغير شن شبع ذا النالي ربع المبان تغير شن إن شبع المعريك وهي جوسي حسن عزي كمر خافي من تقل شيخ من تقل عيادة المريض. اولا تعطى انت راح تغيما تعطى كثرات الجلوس تغيما كيس نتا بسينا قد هي ما يجي العمليه ني غير هرش يقيم ذا يزغى سينا قيما نسويا تا الشباكيه غنش انش نسمنا الشرق نشحق يرجين غورون قيما نمش ايش جولة غانا قاش كان انا قيس هذه ني جي العمليه مسكين رجعتي الطاولة نتا شكد حد الشرق قيما نمش هذا الشرق الدهن المسمر الدهن الاخرين قو قيما نمش وش شي غريب واحد سواء كتابو غيمي الضرس زيارة أمشي لنا أحد الحكماء أحد الحكماء دير الزيارة زيارة المريض ف قيم عطان كيس الطرس ديني وسنيني بكة تحت عقم الله إن سنديج الحكمة مهمة جدا إن سن آل المريض عطان كيس قيم كيس الطرس ديني تقلب على غام الشيء إن سن آل المريض يعاد والصحيح يزاره يا واقف شخص مدارس شخص مع المدينة قش عقرب إن اسم المريض يعاد وجد هذا القيم ذات أدعي حمد النهار يكبر السعيد من النهار يكبر غريب ريدا المريض يعاد زيد و والصحيح يزار إن اسم غير صحيح قيم ليح يخني قيد الزيارة نقيم نهارة نسويتين قيم قصة المريض يعاد عيادة المريض نسوي الفرق بين العيادة والزيارة فرق كبير زيارة الصحيح العيادة للمريض نشير غير الواقع أيها الإخوة حتى ما نسمع انه ابن مخبي كري هرش من تحت قمة الزيارة من خلال السور السور نسي الله خيني موذن هذا السور الله خيني موذن واجب اخفى السور لازم يهرش يجي العمل يعني غي هرش يظهر هذا السور الله خيني موذن قفران يموه هاك اخفى فران قي يموه هام سوى شكا بعد هام سبحان الله كيف كيف سيد يموه اسم قبري يموه دار ست غاربات يموه اسم قبري اجي اسمه ضغطي عاو يا فهم أموت كيف كيف الحج فرق مش كلام مو كيف كيف يا أبو حج في الدقاء جزء مو أخوي جمال يسوي خي كم مرخص خي هريش خي كم مرخص نقص مغارين بتجي زيارة تحت زيارة تحت كوايا حد زيارة المارين يتجي أخذ السجن ويمشي يدور مسكين يدور السرك وغيب دانع أبو حج أيوة سبحانه أقل نقيد علي الداعي أقل نقيد نقيد أقل سبحانه أبي العزب تبغى ايوا يجي الخالي فاون ما هذه الدعاب مسكين هو ايرو مسكين يدور السرك ايوا هو يمشي يدور خلف السجده يمشي يدور مسكين وانت تكرا تكرا مين تسمين تقري غلا قالت جريمه في حق هذا المريض يغلي هاد والو عاود هادي اللي خلى اموات المرضى شوف عمر بن عبد العزيز. اذا قلنا ايها الاخوه والاخوات ان شاء الله نواصل قلنا الحق الرابع ما قبل الأخير هو عيادة المريض وقد تحدثنا كيف الإنسان مش غيقي عيادة المريض يعني ما الشروط غيق ما وقد أصلناها حتى من الناحية الفقهية وما قاله العلماء فيها قلنا أن المريض في لغاية الإحساس في واحد جارة مسجد يعني أي حاجة تخشى الحال بمعنى خني غاصه ناقب شاء خشى نفاجة أسمك شيء الطموح أسمك شيء يجب أنه وقت مليح وخط ولد تكمر قال شخص مليح خط ولد مليح إن شاء الله خط كاب عادي لخير يعني تفجي الخاز أما ما تحت السور الخين يموت وها السور الخين يهرش المعظام مرة السور الخين يقعد الكاروت وها هذا شوية وهمه يوقع في عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز زاره أحد يجي في زيارة يعني يوقع شو يصبح شو قاصة ومنعية وفيه فيه أقوال كثير جلس سجن الزيارة لعمر بن عبد العزيز فقال له من أي علة تشكو نسميش تقسم فقال له كذا وكذا يعني يقسم يقتر بعض من هذا الحرام مهروس شوف في السبب ليش تقسم مين تلمي ليش يجيني نظيم مو كذا شوف هذا في حوار تقسم كيف الناس مما تشكو فقال أشكو من كذا وكذا. ماذا قال هذا الزائد؟ قال ما شفي منها فلان ومات منها فلان إن سقى الهرش ذيك عمر إن سقى يموت زيت فلان قيش فلان عاود يهرش قطع عادي يتمتى. ماذا قال عمر بن عبد العزيز؟ قال له حكمة جليلة
قال له: إذا عدت مريضا، إذا عدت مريضا فلا تحدثه عن الموتى. إيوا أنت فاش تزور المريض من السورخين يموتن، فلا تزورخين باش يلمثني. شحال من قال سجل زيارة المريض، يلاه كاع هذاك وبني السرخ يموت الشيخ، علاش تكمل الخايف من تحت السورخين يموتن؟ نقص النيل، قفلني يموت، قفلني يموت، قفلني إيش من الشواهد ديال الوفاة نير؟ إيش فريني نقول نمشي؟ كذلك حتى في مغاري نعاود زيارة اللي تعاود. فقال له: إذا عدت، عمر بن عبد العزيز، إذا عدت مريضا فلا تحدثه عن الموتى، مش السورخين يموت. وإذا خرجت من عندنا فلا تعد إلينا. وخش يزيد شو ولكن ميخد فضوى يدك وشلت تسود. إذا عدت مريضا فلا تحدثه عن الموتى، وإذا خرجت من عندنا فلا تعد إلينا. هكذا قال عمر بن عبد العزيز. أنتقل إلى الحق الخامس والأخير إن شاء الله كيف تصبح من كمر. هو اتباع الجنائز. هذا اتباع الجنائز أيها الإخوة حق مشترك بين جميع المؤمنين، سواء كانوا أغنياء أو فقراء. تخشى أن هذا الحق مشترك بين جميع المؤمنين سواء كانوا أغنياء أو فقراء. هذا اتباع الجنائز فيه أجر عظيم، فيه أجر عظيم، وفيه كذلك نأخذ من هذه من اتباعنا الجنائز نأخذ من ذلك الدروس والعبر. الأجر العظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وفي رواية أخرى: كل قراط مثل جبل أحد من الحسنات. لكن من تحمل زيارة تحت هذه الجنائز؟ أخبروا من هذه الجنائز باش تصنور والنظر. أما إذا زرنا حضرنا في الجنائز وقلوبنا ما زالت قاسية، ما زالت مليئة بالبغض والحقد والأنانية والضغينة، فما الفائدة من زيارة الجنائز؟ فما الفائدة من حضور في الجنائز؟ إذا كانت قلوبنا قاسية، إذا كانت قلوبنا مملوئة بالضغينة والحقد والحسد والكراهية لبعضنا البعض، ما الفائدة من ذلك؟ شوف أيها الإخوة، اتباع الجنائز فيها حكمة. من قال روي عن الإمام، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، شوف السلف الصالح تخزن غل، قال: كان إذا مرت أمامه جنازة كان يقول: اذهبوا فإن على الأثر. وكان عثمان رضي الله عنه إذا مر على القبور، شوف الدروس العملية التي نأخذها من المقابر، كان إذا مر على المقابر يبكي بكاء شديدا. فلما قيل له: يا عثمان، تجلس مع رسولنا فيحدثنا عن الجنة والنار فلا تبكي، وحينما تمر على المقابر تبكي، لاش باش كدوز على المقابر كتبكي؟ فقال لهم: لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منزل من منازل يوم القيامة، فإن كان أوله أيسر فما بعده أيسر، وإن كان أوله أشد فما بعده أشد. وكان الأعمش، هذا الرجل الصالح، كان يقول: كنا نشهد الجنائز فلا ندري من نعزي لبكاء الجميع وحزن الجميع. ولما سئل الإمام الشافعي: كيف أصبحت؟ قال لهم: أصبحت عن الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولكأس المنية شاربا، ولسوء عملي ملاقيا، وعلى الله واردا، ولا أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعجيها. آخر ما نختم به أيها الإخوة هذه الحكمة لإبراهيم. سبحانك الله يجزيكم بخير، دقيقة إن شاء الله. إبراهيم المزيات، ابن إبراهيم الزيات، مر على قوم يترحمون على ميت اكتخشن يوذان صحة من ترنجز صحة من قاسي وذي أحمافي ومسكيني وكذا تتشين عن إذا. فقال لهم حكمة جليلة، فقال لهم: لو ترحمون أنفسكم لكان أولى. إن الصحم في خفن ومحسن، قال تين جمزي ثلاثة مسرين، إن جمزي ثلاثة مسرين،
فهني تمسرين ذاك المسائل راهم مازال كيستناونا. قالوا ترحموا على انفسكم بانه نجا من اهوار ثلاثه. مين عندنا ثلاثه يا حنا دابا ثلاثه راه مازال كيستناونا، مازال غادي نشوفوهم ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا. قال لهم بالنسبه لهذا الميت الذي ترحمون عليه، قال لهم وجه ملك الموت ثلاث امور. وجه ملك الموت فقد راى، ومراره الموت فقد ذاق، وخوف الخاتمه فقد امن. اللهم امنا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تجعل هذا الكلام بردا وسلاما على قلوبكم. اللهم اجعل هذا الكلام بردا وسلاما على قلوبكم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا شارما من الشر معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. واجرنا اللهم من النار بعفوك، وادخلنا الجنه برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفينا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفينا واشف مرضى المسلمين. حاد الناس كانوا كيصليو معنا رمضان يعدون تغرق الزاريس من داخل الكواشير راران تقديدا. ان شاء الله سبحانه يرحمهم برحمتك الواسعه، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعه، اللهم جدد عليهم الرحمات، اللهم نور قبورهم يا رب العالمين، اللهم بوئهم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. الوالدين ديالنا جميعا اللهم ارحمهم برحمتك الواسعه. اذا كان شي واحد فينا ماشي يجدو نغاش الحديث التاريخ يقول نسي سيدي ربي، وخاش يعجب الى ربي، شو زايد تمغى تحنجه، اللهم استجب دعاءه في هذا رمضان. اللهم يا فارق الحب والنوى اعف لكل بما نوى، اللهم الف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم اشفنا واشف جميع مرضى المسلمين. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. عملنا سوءا وظلمنا انفسنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا.